وينضم إلينا من الخرطوم وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح. أهلا بك معالي الوزير عبر سكاي نيوز عربية. اليوم تشريع أمريكي يعيد هذه الحصانة السيادية للسودان، ماذا يعني ذلك سياسيا ومن ثم اقتصاديا وأمنيا أيضا بعد عقود من المعاناة الطويلة للسودانيين؟ نحن ننظر إليه باعتبار نصر كبير يضاف إلى النصر الذي حققناه الأسبوع الماضي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكانت هذه الخطوة مكملة للخطوة الأولى. لا بد من الحصول على حصانة سيادية. المقترح الأول الذي يقدم عبر اتفاق سياسي بين الحكومتين السودانية والأمريكية كان ينص على حصانة كاملة منذ اليوم، بحيث أنه لا يكون هناك أي قضايا، ولكن حدثت معارضة من الكونغرس، من بعض نواب الكونغرس الذين يدافعون عن ضحايا 11 سبتمبر، وروا أن هناك قضايا مرفوعة وأن لديهم حق في أن يغاضوا على الأقل الحكومة السودانية. كانت معركة سياسية وقانونية طويلة، ولكن في النهاية اضطررنا إلى تقديم تنازلات متبادلة أن يسمح للذين رفعوا قضايا أصلا يعني أوردي مرفوعة أمام المحاكم الأمريكية من ضحايا 11 سبتمبر أن يكملوا في هذا الطريق، وبالتأكيد الحكومة السودانية سيكون لديها محامون ومستشارون قانونيون يدافعوا عن موقفها. وغير ذلك لا يحق لأي فرد أمريكي بعد الآن سواء كان من ضحايا 11 سبتمبر أو غيرهم أن يرفع قضية ضد الحكومة السودانية تتعلق بدعم النظام البائد للإرهاب. لذلك نحن نعتقد أنها خطوة كبيرة، صحيح أنها لم تأتي بالضبط كما كنا نرغب ونريد، ولكنها في النهاية خطوة تناقش داخل الكونغرس الأمريكي ولا تناقش داخل البرلمان مثلا السوداني. ولذلك نحن نعتقد أنه برغم هذا الاستثناء إلا أنه هذا نصر كبير جدا. الاستثناء قضية ستبدأ في المحاكم الأمريكية كما ذكرت، ولدينا الحق في ترافع وتوكيل محامين، هذا لم يحدث في القضيتين السابقتين، قضية المدمرة كول وقضية السفارتين في دار السلام ونيروبي. الحكومة السودانية النظام البائد رفض أن يظهر أمام المحاكم الأمريكية، وكانت حجتهم أنه لم يروا أن هناك حكومة تم اقتيادها إلى السجن. الحقيقة أن الشعب السوداني كله ظل مسجونا بفضل يعني الممارسات القديمة للنظام البائد. نحن نعتقد الآن نحن أمام خطوة كبيرة جدا ستكمل إن شاء الله بالنقاش حول إلغاء ديون السودان بموجب مبادرة الهيبك. السودان سيكون دولة مفتوحة على العالم كله سياسيا وأمنيا واقتصاديا، نعود للتعامل مع النظام المصرفي العالمي، نتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية. أعتقد نحن الآن في محطة جديدة، بلد حر ديمقراطي ذات سيادة تتعامل مع كل دول العالم بندية وعلى قدر المساواة. تحدثت معالي الوزير عن عهد جديد اليوم في السودان، تحدثت عن الضمانات التي حصلت عليها الخرطوم اليوم، التشريع داخل الكونغرس، ما المطلوب لجهة المساعدات المالية أمام هذه الأزمة الاقتصادية الحادة؟ بدأنا نحن الآن بموجب هذا القانون نفسه، بموجب قانون الحصانة سنحصل على مبلغ يقترب من مليار، حصلنا قبلها أيضا على مبلغ يقترب من مليار و.2 من الحكومة الأمريكية، مليون و2 من عشرة، هذا مساعدات أولية من الولايات المتحدة الأمريكية. لدينا حوار بدأ مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى للحصول على مساعدات وعلى قروض، بالإضافة إلى المبلغ الأكبر الذي سيبذل لإلغاء ديون السودان التي تتجاوز حوالي 60 مليار. هذه ديون تثغل كاهل السودان وتمنعه من التعامل مع الدول الأخرى. الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل خطوة كبيرة جدا، إنها ستدفع حوالي مليار للبنك الدولي، هذا بيوجب اتفاق أن هناك ديون سابقة لا بد للسودان أنه يدفعها، ثم ستسحب هذا المليار بعد أن يوافق البنك الدولي على الاستمرار في دعم السودان. الأبواب الآن مفتوحة، نحن بالتأكيد لدينا عمل داخلي يجب أن نستعد، أن نحضر داخليا النظام المصرفي لكي يتعامل مع النظام المصرفي العالمي. نحتاج إلى خطط دقيقة في تعديل قوانين الاستثمار، نحتاج إلى إعداد خريطة استثمارية، ونحتاج تمتين الجهاز المالي والمصرفي داخل السودان. هذا عمل كبير لا نقلل من صعوبته، ولكنه على الأقل يتم في أجواء فيها انفتاح كبير وفيها تفاؤل ومليئة بآمال كبيرة جدا، يمكن أن تنقل السودان خلال فترة زمنية قصيرة إلى عهد جديد. بعد تسوية وزارة الخزانة الأمريكية لهذه الديون لدى البنك الدولي والتي تبلغ نحو مليار دولار أمريكي، هل اليوم لديكم وعود من قبل جهات مانحة أيضا لجدولة سائر الديون والتي ذكرتها معالي الوزير؟
نعم، لدينا مفاوضات تجري الآن مع صندوق النقد ومع البنك الدولي مع مؤسسات تمويل أخرى. بالنسبة للديون نحن لا نرغب في جدولتها، ولكن في إلغائها بالكامل بموجب مبادرة الهيبك التي تقرر إعفاء الديون على الدول المثقلة الفقيرة المثقلة بالديون. طبعا هناك شروط، نحن بدأنا في تحقيق هذه الشروط، ومنها السلام، بلاد في حالة حرب لا يتم رفع الديون عنها حتى لا تستخدم فائض الأموال في الحرب. نحن الآن بموجب توقيع اتفاق السلام حققنا خطوة، رفع اسمنا من قائمة الإرهاب تقدمنا خطوة، الحصانة السيادية تقدمنا فيها خطوة. الآن نعتقد أنه نحن مؤهلون للدخول في مفاوضة جدية حتى نصل إلى اتفاق نهائي وكامل، ونتمتع بدعم من الاتحاد الأوروبي، من الولايات المتحدة الأمريكية، من دول عربية صديقة وشقيقة. ودي مناسبة لابد أن نشكر هذه الدول، دول الخليج بالتحديد، السعودية والأمارات وقطر والكويت، مصر، دول أفريقية زي جنوب أفريقيا، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي. هذه الدول ساعدت السودان في موضوع رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وبذلت ضغوط كبيرة جدا على الإدارة الأمريكية، لابد أن نشكرها. بالإضافة بالتأكيد إلى الشعب السوداني الذي تحمل كل هذا العبء وصبر عليه، وحتى صبر علينا نحن. نحن عشنا في مرحلة سنة ونصف في ضائقة اقتصادية صعبة جدا، ونعتقد أن الشعب السوداني صبر علينا وصبر عليها، ويستحق أنه نعمل بجد واجتهاد حتى نعوضه عن هذه الفترة الطويلة من الضيق ومن المعاناة. يعني مدفوعات هذه التسوية السودانية اليوم، هل هي محكومة بمهلة زمنية باستقطاب لمزيد من الاستثمارات أيضا الغربية الأوروبية والأمريكية؟ هل هنالك برنامج عمل واضح؟ بما يتعلق بالأموال التي نفترض أن ندفعها، نحن دفعناها موجودة في حساب مصرفي مشترك بين السودان وأمريكا، سيتم بعد مجرد إقرار قانون الحصانة الدفع للضحايا، فليست لدينا مشكلة في هذا الأمر. القضايا المرفوعة ستأخذ سنوات حتى تظهر نتيجتها، وهذه هي الآن يعني متروكة على جنب. ما يتعلق بالتعامل مع العالم في المرحلة القادمة، كما ذكرت الآن هناك تعديلات تجري على قانون الاستثمار حتى يصبح قانونا جاذبا. هناك أيضا وضع خريطة استثمارية، عندما يأتي المستثمرون سيجدوا هناك خريطة استثمارية جاهزة توضح الموارد الموجودة في السودان وأماكن استثمارها، وبالتالي سيكون سهلا بعد عودة السودان للتعامل مع النظام المصرفي العالمي أن يأتي مستثمرون في ظل قانون استثمار جيد، في ظل خريطة استثمارية واضحة وسياسات مصرفية ومالية منفتحة ومتعاملة مع النظام المصرفي العالمي بجدية وبشفافية وبدقة. أعتقد أنه كما ذكرت هذا عمل كبير ضخم لا نقلل من صعوبته، ولكن بدأنا فيه وسنكمل فيه إن شاء الله حتى نكون جاهزين للمرحلة القادمة. من شطب اسم السودان إلى رفع هذه الديون إلى كل هذه التشريعات، كيف ستذهب اليوم الخرطوم معالي الوزير إلى دولة تنشر السلام، إلى وجه جديد اليوم مع هذه المساعدات والاستثمارات بعيدة عن الأزمة الاقتصادية والصورة السابقة؟ نحن بدأنا ذلك، يعني بدأنا في تغيير صورة السودان، وأعتقد أن الثورة الشعبية ساهمت في تغيير صورة السودان، صار مقبولا أمام العالم. هذه تكملة لمجهودات، هذا عمل ضخم جدا، الفضل فيه يرجع إلى الشعب السوداني، يرجع إلى شباب وشابات رجال ونساء السودان بمختلف أعمارهم وتوجهاتهم، هم الذين صنعوا هذا الفارق، هم الذين نقلوا بلادنا إلى هذه المرحلة التي يمكن أن يفاخر بها أمام العالم. ثم بالتأكيد هناك مجهودات سياسية ودبلوماسية، بذل وفد مفاوض مقيم في واشنطن لأكثر من عام، مجلس الوزراء، وزارة العدل الخارجية لعبت دور كبير، مجلس السيادة، الرئيس الفريق عبد الفتاح البرهان لعب دوره في التواصل مع الإدارة الأمريكية باستمرار لحثها على أن تقوم بهذه الخطوات، رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، كل هذه المجموعة معا أعتقد أن حتى الأحزاب والقوى السياسية، منظمات المجتمع المدني، السودانيين المقيمين في أمريكا لعبوا دور كبير جدا في التواصل مع نواب في مجلسي الشيوخ والنواب والكتابة إليهم بالطلب للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا عمل كبير جماعي داخلي وخارجي، أفتكر أنه هو ساهم الآن في نقل اسم السودان وجعله يتعامل مع العالم كدولة محترمة ذات سيادة منفتحة مع الآخرين، ليست لها الآن أي صلة بالتطرف وبدعم الإرهاب وغيره بمثل ما كانت هذه الوصمة في ظل النظام القديم. معالي وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، كنت معنا مباشرة من مبنى وزارة الإعلام في العاصمة السودانية الخرطوم، شكرا جزيلا لك.